مرحبا هشامو. اهلين وسهلين استاذ رشاد. وشك ولا طول الامر؟ لا وشي يا سيدي. تفضل تفضل استري. صدقني صدقني مشتاق من جوات قلبي. وينك يا رجل؟ قطعت اخبارك عنا بفرد قطعه، يعني من بعد ما اشتريت الموبايل من عندي ما عاد شفت وشك منهم. ولو يا هشام، ما لي غنى عنك ابدا، بس يا اخي الحياه صايره دار له وما عم نفضل حك راسنا. يا سيدي الله يعطيك العافيه. وكيف لحتى خطرنا على بالك اليوم؟ ولو انت بالبال دائما يا هشام. اصبح حماتك بتحبك، تفضل وهي القهوه جاهزه. يسلم وديات يا رب. طمني شلون الموبايلات؟ منيح، ببوس ايدك. ناوي تبدله شيء؟ وليش لحتى بدله؟ ما بعرف، بس هيك الموضه الايام. الله وكيلك، الناس عامله الموبايلات شغلتها وعملتها. صدقني في عندي زباين ببدل الموبايل تبعهم كل اسبوعين مره. لا عمي، انا ما بدي اغير ولا بدي بدل، رضيان بموبايلي ومو ناوي اشتري غيره. بس اللي بدي اياه هلا جهاز تاني للمدام. ليش؟ اخذت لها خطة المدام؟ لك اخي شو بدي ساوي؟ بخشت اداني وهي تنق فوق راسي، هيك لحتى اشتريت لها خط. يلا سيدي شو عليه؟ مو غلط. على القليلة ما بتعودوا تضيعوا عن بعضكم. وانت صادق، هي ما بتعود تضيعني. ايه سيدي، وشو بدك نوع الجهاز؟ غالي ولا رخيص؟ يعني لا هيك ولا هيك، المهم يكون موديل ناعم وستاتي. ولا يهمك، فهمت عليك. شو رأيك تاخذ موديل الكيت كات؟ ما بدك كيت كات، بدك موديل أحدث منه. طيب شو رأيك بموبايل فاتن حمامة؟ ليش صار في موديل اسمه فاتن حمامة؟ لا هو مو اسمه فاتن حمامة، بس هذا الموبايل اللي حملته فاتن حمامة بمسلسلة الآخراني. فصارت الناس تسميه موبايل فاتن حمامة. أيوة. وفي عندي كمان موبايل كاظم الساير تبع كلك على بعضك حلو كمان. إلك يا حبيبي. طيب شوف لي الموديل. شوف شوف لي مالعم. هذا اسمه الشبح، في مواصفات ومميزات بتخيل. هذا بفوت على الانترنت وبيرسل رسائل صوتيه على الكمبيوتر، وفي العاب وشغله شغله شغله بتاخذ العقل. ودخلك غالي هذا الشباب؟ الك هو الك بحسب لك اياه ب 25,000 معرف خالص ومقفول لسنه، بالسوق عم يبيعوه ب 30. لا لا شو 25,000؟ بدي ارخص من هيك بكثير. بعدين بيني وبينك مرتي ما بتلزمك كل هالمواصفات، ليش؟ المهم يكون موبايل ناعم وانيق وكفاها الله. اصبح ليش ما بتاخذ له موديل الضفدعه؟ وشو هذا مدير الضفدعة كمان؟ راح ورجيك يا. شو؟ هذا هيك شكله مطبلج مثل الضفدعة، وخرج نسوان لأنه فيه ألحان وأغاني كثير، يعني شيلة عمرو دياب، شيلة راغب علامي، شيلة أم كلثوم، شيلة مصطفى قمر، شيلة رفيق إسباعي، يعني تقول ما يطلبه الجمهور. والله يا هشام شايفه معقول كثير، وأكيد راح يعجبها. قديش سعره قلت لي؟ بدك شيء إكسسوارات معه؟ وشو هالإكسسوارات بقى؟ يعني سماعة إذن. سماعة إذن لاسلكي، كاركيت للسيارة، شاحن للسيارة، بيت جلد للطلعة، بيت جلد للبيت، كتاب تسجيل النغمات، يعني هيك شغلة. ما شاء الله، وكان كل الأد صار في ملحقات للموبايل. وأكثر من هيك، الله وكيلك في ناس عم تدفع حق إكسسوارات للموبايل أكثر من حق الموبايل نفسه. لكان الله يرضى عليك، أعطيني بس سماعة للإذن وبيت جلد وما في داعي للشغلات الثانية. على عيني. وهي السماعة وهي بيت الجلد. صحيح استاذ رشاد، اذا المدام بدها جهاز ثاني للمسبح ترى عندي. ها ما فهمت عليك، شو يعني جهاز ثاني للمسبح؟ طالع جهاز جديد ضد المي وضد الصدمات، يعني ووتر اند شوك ريزيستنت، واسمه القرش. لا عمي ما حذرت، ما بدي لا قرش ولا مرش، بزيادة هيك بقى اعمل لي حسابك الله يرضى عليك وخليني اتيسر. لا لا تغلط استاذ رشاد، هذا شغل ضيان كثير. شوف شوف بعينك. ها شفت؟ ما صار له شيء. لك ليش هيك عملت؟ لك حبيبي شو بدنا نقاتل فيه نحن؟ اعمل لي حسابي وخليني اتهون يستر عرضك. على عيني، تكرم استاذ رشاد. صدقني يا رشاد، مرتك رح تفرح لما تشوف الموبايل، رح تحملك على كفوف الراحات كرمال هالطلب اللي حققت لها اياه. لك اي سيدي دخيلك، خليني اخلص منها ومنقها. الله وكيلك صرعة راسي صرعة مشان الموبايل، ومثل ما بتعرف النسوان قلبهم حي، يعني متى ما دمقوا بشغلة بيكلبشوا فيها كلبشة وما بيعرفوها لحتى تتحقق. نسوان اتحاكم عبك رشاد، يعني يا محلى مرتك قدام مرتي ندى. اي مرتي ما قبلت الا بجهازين، واحد عادي والتاني قريش، من شان تاخذوا معه على المسبح. ليش راح يفيدها بالمسبح؟ شو يعني بدها تحكي فيه وهي غاطسة تحت المي؟ انا بعرف بس ما تفتح تمها وتغرق.
يا سيدي ادعيلهم الله يكبر عنهم بيكون احسن. بس انا شغلي واحدة ما كنت افهمها، انا وياك مهندسين والموبايل عم بيحل لنا 100 مشكله، يعني بالاسواق وبالمكاتب وبالورشات، بس انه شو بفيدهم؟ شو بده يفيدهم يعني؟ ما بفيدهم بشي، بس للبروزه والمنفخه. هو الله يعيننا على مصروفه وكل شيء هين، يعني بدك تنتكب نكب بدفع الفواتير، بدك تدفع كل شهر فاتورتين وانت عم تضحك وتلعب. لا حبيبي انا ما دخلني بفواتير مرتي منو، هيك شرطها من الاول وقلت لها شوفي الفواتير عليك يا ها، انا ما دخلني بكفي دفعت 32 الف ليره حق الموبايلات. دخلك انت جربته بالسفر ولا لسه؟ لا والله لسه. هاي سوسن. الو الو. ايوه سوسن، سوسن اعلي صوتك ما عم بسمعك. رشاد روح على هديك الزاويه هنيك الاشاره احسن. ايوه لحظه لحظه هنيك هنيك. ايه لا سوسن سوسن مالي سامعي سوسن، الصوت عم يخب؟ نعم نعم، علي صوت علي صوتك شوي ما عم بسمع. الو سوسن سوسن يا سوسن، الو عم تسمعيني؟ انا عم بسمع طرطيش حكي، عم بسمع طرطيش مو مفهوم شيء. ايه ايه هيك وضح الصوت وضح. ايه اشتريت لك الجهاز؟ نوعه ضفدعة. منيح الضفدعة مو هيك؟ الضفدعة منيح؟ الله يصلحك يا رشاد، الله يصلحك، ما لقيت تجيب لي غير موديل الضفدعة. ليش شو بموديل الضفدعة؟ شوفي قديش حلو وناعم وكربوش. لك ما اختلفنا، بس يعني صار محروق. كيف يعني محروق؟ يعني نص نسوان البناية حاملين منه. شو هالحكي؟ هلا نص نسوان البناية حاملين ضفادع؟ اي نعم. ودخلك ان شاء الله ام بدرو حامله ضفدعة كمان؟ اي نعم، حتى ام بدرو حامله موبايل الضفدعة، يعني بتقبلها انت؟ بتقبلها انه انا احمل نفس الموديل اللي حاملته ام بدرو؟ ايش هالشرشعه هي؟ ايش بيعرفني؟ الموديلات كثيره، والله احترته والله حيرني. ليش شو كان بدك موديله انت؟ يعني يا ريتك جبت لي موديل كاظم الساهر، عم يقولوا انه في سيديات اغاني. سوسن لا تجننيني مشان الله، هلا انت بدك موبايل ولا مسجله؟ بعدين كمان موديل كاظم الساهر صار محروق. ليش مين حامل منه؟ ثلاث ارباع الموظفين يلي عنا بالمؤسسة وبالورشة حاملين كاظم الساهر. لا انت روحي شوفي العمال شلون حاملينه بين الرمل والبحص والغبرة والعفرة. اوف لهالدرجة تبهدل الموديل؟ واكتر بقت حكي بعبك انه موديل الضفدعة لساته محافظ على هيبته، يعني صحيح وصل لايدين ام بدرو بس ماشي الحال، يضل احسن من غيره. على كل حال حبيبي يسلموا ايديك، خلاص فضلت يسلموا. لا ولو، انت بتعرفي قديش بعزك وما بقدر ارفض لك طلب. طبعا حبيبي، ليش كم سوسن عندك انت؟ كلها سوسن وحده يا ستي وزياده. صحيح ام السوس، بدك تنتبهي منيح وتديري بالك ها، وما تستعملي غير للضروري الضروري، يعني ما في داعي تقضي سيار وقصص على الموبايل، استعمليه بشكل عادي جدا، لانه بيني وبينك فواتير الموبايل عم تجي قاتوليه. على عيني، في شي توجيهات تاني؟ لا لا ابدا ولو، بس يكون بعلمك هذا مو ضد المي، يعني اوعك تفكري تشكي فيه بالمسبح، لا تشكي. شو؟ لقي عمرن؟ لحقتي تعطي الرقم؟ لكن شو؟ وزعته على كل رفقاتي، لك تقبل قلبي هالرنم احلاها. الو؟ اهلين لما. الله يبارك فيكي يا رب، هي انت اول وحده بتدشني. لا والله ما جاب لي موديل كاظم الساهر، جاب لي موديل الضفدعة. ما ماشي حاله. الو الو لما، الو قطع الاتصال. اكيد راحت الاشاره، هاتي لشوف. مكتوب مكان طوارئ. شو يعني؟ يعني لا شبكه. رشاد ما عم بفهم عليك. يعني خارج التغطيه. معقوله؟ معقوله نص، لسه ما شفت شيء. طب شوف انت تليفونك فيه اشاره؟ بس في إشارة ضعيفة ها، عم تروح وتجي. جرب دقلي لشوف. هاتوا هاتوا. 96 93. انت سريع طير. حبيبي عم يعطي خارج التغطية، شو استفدنا من هالشغلة لكان؟ ايه
نسينا شي عيني؟ لا حبيبي ما نسينا شي. تذكر يا لا تكوني نسيتي ترامس المي والقهوة. خلاص ولا يهمك، معقولة انسى شي يعني؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرب فنجانين قهوة ونرتاح لنا شوي بعدين بنكمل على وادي العيون. اي ما مشكلة. إذا بتريد صفن ياها لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شو أستاذ؟ فنجانين قهوة وسط لو سمحت. يلا أهلا وسهلا. يخليك يا رب، أهلا وسهلا فيك. الو اهلا نزيل، اهلا وسهلا فيك. والله مبسوطين كثير، كنا بنشتهيكم انت وندى. اي والله يعني بدك تقول بدنا شي ساعتين لنوصل. اي اكيد طبعا. لا ولو، رح احكي معك بمجرد ما اوصل للاوتيل. نعم على الاغلب فراريج مشويه على الفحم. على قلبك ان شاء الله. اي سيدي في شي جديد بالورشه؟ ايه عظيم كتير. قل له لفؤاد ينزل 5 طن حديد. ايه ما بدنا اكثر بالوقت الحاضر. بس وينك؟ اعمل جهدك انت وندى تلحقنا على الاوتيل. ايه بحجز لكم هلا. على كل حال اعمل جهدك. ايه يعني بنسلم مع بعض. اوكي نزير. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. بيسلم عليكي. الله يسلمه. وليش عم تحكيها من برات منافسك؟ يعني ما عاد يقدر نزير يستغنى عنك يومين؟ لك لحقنا بالشغل لهون؟ شو بدي اعمل حبيبتي؟ كمان الزلمه حامل عني كتف بالشغل. بس نحن طالعين لحتى نتسلى، يعني المفروض انك تنسى الشغل شوي، ولا شو رايك؟ ولا يهمك ولا يهمك. اي والله يسلم وديات، شكرا جزيلا حبيبي. الو اهلين عادل، كيفك؟ لا والله لسه ما وصلت، عم نحكي باستراحة على الطريق. ايه شو الاخبار؟ طيب احكي مع نزير وهو بفهمك شو تساوي. لا لا حكي طغري هلا. ايه على حالك. ايه طبعا. اهلين حبيبي. اهلين، الله معك، مع السلامة. شو ام السوس؟ شو بكي؟ ما بني شي، سلامتك. بس والله انا مالي عارفاني انت طالع معي مشوار ولا مع الموبايل. شو قصدك؟ يعني مالك ملاحظ انك حكيت بالموبايل من اول ما طلعنا لهلا اكثر ما تحاكيني كل الطريق؟ ما في غير خد رد وهات صد يا اخي. فلو فلو خلصنا منه بقى. حاضر يا ستي، هي قفلنا الموبايل. وانت ما بدك تقفلي موبايلك؟ ليش حبيبي؟ ما في داعي، مالك شايفه كيف خرسان فرد خرسة؟ لك يخرب بيته ما رن ولا مرة بطبط لنا مشان لهلا. ها ليكون مشان هيك متضايقة أنت. مالي متضايقة، يلا قوم قوم رشاد خلينا نروح. طيب مثل ما بدك. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير رشاد؟ شو بعد؟ ما بعرف، كأني ضيعت الطريق. شو؟ ما بتعرف الطريق؟ بلا بعرفه، بس ماني متذكر إني مرقت من هون قبل هالمرة. شو يعني؟ يعني طلعي هيك، طلعي يمين وشمال، بركي منلاقي شي لافتة منهتدي فيها. ها، هي لافتة قدام، روح روح لعنا روح. شو هاللافتة هي؟ مو باين منها شي، بعدين مالك شايفها مقلوبة؟ بسيطة أنا بجلسها.
عم شو ايش هو مكتوبه بالسنسكريتي هي؟ يعني معقوله؟ معقوله الواحد يجي على منطقه سياحه واصطياف وما يلاقي قدامه لا اشاره ولا علامه مثل العالم والخلق لحتى يعرف الله وين حاطه؟ على ما يبدو كان لازم نجيب معنا بوصله وخريطه لسوريا ومصور للوطن العربي كمان. هلا شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ بدنا نمشي على التوكل على بين ما الاقي شي حدا اساله. يا حبيبي عن جد هلا فتنا بالحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله على الرحلة. باين انت مكركبة من أولها. هلا لف ورجع وحاجة تزن. أصلا هي آخر مرة بطلع فيها معك لحالي. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ لأن الواحد بيجي على القرنة بيكون حافظها مو بيمشي على عماها. أشو شايفتيني ابن بطوطة قدامك وبعرف الجبال شبر شبر؟ إيه ليش لا؟ مو البركة أنت مهندس. مهندس بالمدينة مو بالجبال والحراش. ساي على سيرة الهندسة، أنت بتعرف مين هندس هاي الطرق بالجبال؟ لا والله ما بعرف مين يعني؟ الحمير. الحمير؟ لك إيه الحمير اللي كانوا يحملوا عليهم الأهالي، هن عملوا الطرق وبعدين إجت البلديات وزفتت. شو قصدك يعني؟ أنا حمار؟ عفواً حبيبي مين جاب سيرتك أنت؟ خلص لا تزعل مالي قاصدتك أنا. عامل لك مالي قاصدتك. خلص دور ورجع خلينا نوصل على البكير بقى. العمل الحالي معقول يكون ما في بالطريق لا لافتة ولا ضراب السخن؟ شوفي ليش اكتفت السيارة؟ شو بيعرفني يمكن فصل فيها شي. نعم شو يعني فصل فيها شي؟ لك هلا طولي بالك حاجة تنقي علي الله يخلي لي اياكي مو ناقصني عميان قلب انا. يا ربي شو هالمصيبة؟ يعني ما طفت السيارة غير بالقرنة اللي ما فيها لا أبوه ولا دابوه؟ شو؟ بين معك شي؟ لا ما بين شيء. رشاد رشاد لازم نلاقي حل حتى نطلع من هون. وليش هيك خايفة على حالك كتير؟ يعني بأسوأ الاحتمالات منسكر السيارة على حالنا ومننام فيها ليفرجها الله. شو تفضلت؟ أنا نام بالبرية وبين الجبال. ايه وشو فيها يعني؟ اسمعوا على هالسمعة، أنت بتعرف شو ممكن يطلع لنا هون؟ لك هاي المناطق كلياتها وحوش وضباع وقطعين طرق. وحوش وضباع؟ يا حبيبي رشاد نحن ليش ما نتصل بالموبايل ما حدا يجي انقذنا؟ صحيح جبتيها برافو عليكي. شلون كنا نسيانين الموبايل؟ ما بعرف اصلا الموبايل اخترعوا له هيك زنقات، بهيك زنقه حلال الواحد يستعمل الموبايل. شباب ليش هيك انمقتت وانقلبت ملامحك؟ عم يعطي خارج التغطيه. شو يعني؟ يعني سلامتك نحن هلأ خارج نطاق الشبكة. شو هالحكي هاد؟ مو على أساس وسعوا نطاق التغطية؟ وسعوها
بس يمكن ما وصلوا لهون. طيب خلينا نجرب موبايلي، يعني لعل وعسى. صحيح، انت انفستكم وانا سيرياتيل، غير شبكه يعني. مسك. نفس الشيء، كمان خرج تغطيه. غطاهم وحدة تسهل أمرهم إن شاء الله، لكن المفروض يمدوا الشبكة منيح بعدين يبيعوا موبايلات للناس. والله يبدو إنه ما في أمان. رشاد، أنا خايفة تليل علينا الدنيا نحن هون. طولي بالك، من إيش خايفة؟ سوسا، مو طرش غنم يلي هني؟ لكن بلا طرش غنم، بس شو يعني؟ شلون شو يعني؟ يعني على القليل منلاقي شخص نحكي معه. يا حباب، إي يا هون هون يا أخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعطيك العافية أستاذ. شوي أستاذ، أنت الثاني لك فكرك عم تسبو. خير خير، شنو السالفة؟ والله يا حبيبي نحن جايين من الشام وضيعنا الطريق وتعطلت فينا السيارة هين، ومالنا عرفانين الله وين حاططنا. ايه ويعني خايفين دنيا تليل علينا. ما يخالف يا النشامة، ما يخالف، والليلت يعني تنزلون وتنامون عندي بالخيمة. الله يخلي لنا ياك، ما بدنا لا خيمة ولا ميمة، ما بدنا نعزبك يعني، بس اذا الميمة اذا الخيمة قريبة ممكن مرتي ترتاح عند جماعتكم لبين ما انا روح دور على حدا يساعدني. اي الخيمة قريبة من هين، يعني ورا الجبل، يعني مشي ساعة ساعة ونص على الأقدام. لا يوه، أعوذ بالله، أنا لابسة كعب عالي ما بقدر. هي محلولة محلولة، أني عندي الحل. أسعفنا في دخيلك. اسمع يا أخو، في ضيعة قريبة من هين ورا الجبل فيها زلمة عنده ونش كبير. عظيم كتير، أصبح دخيلك، دلنا على الطريق، خلينا نحن نروح نجيبه. ما تقدرون تروحون، ما تقدرون، الطريق صعب ووعر. لكن شو بدنا نعمل؟ معكم ورقة وقلم؟ ايه سوسن، معك ورقة ولا؟ ايه معي معي. يا هلا يا هلا ورحل يا هلا. هي سموديات. اي اكتب لو سمحت. شو بدي اكتب؟ الى السيد ابو شحرور. اسمه ابو شحرور؟ اي نعم. تحية عربية وبعد. بعد السؤال عن أحوالكم وأحوال الربع والنشامة، إن شاء الله تكونون بخير أنتم والعيال والحلال. الله يرضى عليك، اختصر الرسالة شوي، ما في وقت هلأ للتحيات. أي ما يخالف ما يخالف، اشطب واكتب من أول وجديد. نطلب منكم النجدة والغوث والمدد، نحن في وادي عزرائيل. هلأ نحن في وادي عزرائيل؟ أي نعم، نحن في وادي عزرائيل. وليش سموه وادي عزرائيل؟ كلا انت شو بدك بهالاسئله؟ يعني ضروري تقول له ويشرح لك مشان نرتعب اكثر. قلتك، شو اكتب كمان خيو؟ كما اننا بحاجه ماسه للمساعده عبر ونشكم العزيز. التوقيع ابو ذياب وعنزاته. ايه، وشو بدنا نعمل بعدين؟ كيف بدنا نوصلها؟ بالحمام الزاجل؟ هات هات يا قليل الحيله، هات حمام زاجل هات. دولي يا دولي، تعال تعال يا دولي. اسمع يا دولي، ابيكي تروحين عند ابو شحرور بضيعة وادي التين اليابسة وتسلميه هذه الرسالة وتسلمين عليه كثير كثير. ويا ويلك يا سواد ليلك، رحتي هين ولا هين، ترسلخ جلدك عن لحمك. ها يلا فهمتي؟ دلعي. هلا من كل عقلك بعت الغنمة؟ اي من كله، لكان من نصه. يعني هالغنمة دولي رح تعرف توصل الرسالة لأبو شحرور بالذات؟ اي طبعا، هي تعرف الطريق وموالفة عليه من هي وبطن امها. شو رشاد؟ هلا معقولة مصيرنا هون يتعلق بالغنمة؟ لك شو طالع بإيدنا يعني؟ الغريق بيتعلق بقشه. روحي يا دولي، روحي، الله يفتح مصيرتك ويهديك على الطريق الصحيح ولا يفركشك بحجر، وتوصلي لعند أبو شحرور بخير وسلامة يا حق.
عين عيت غضي زادن همومي والبكاء والانوايا يا 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 حيف ابو ممدوح ما لا تجضي دنت رحايكم وزاد نصيا وصل الونش سوسن وصل ابو شحرور لك شوف 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 شلون دولي مصبع قدام الشوفان اي والله لك شو هدول لي هي لك دخيل عينك دخيل عينك شو بتفهمي السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. بيضتي وجهي بيضتي وجهي. يا هلا يا هلا أبو شحرور يا هلا. يا هلا. يا هلا. الحمد لله. خير يا جماعة شو القصة؟ الله يخليك سيارتنا تعطلت وبدنا نشحطها بمعيتك لأقرب مكان مأهول. ولا يهمك تكرم عينك. طلعوا على السيارة عمي ورخيلي فراب العيد. ايه على عيني يلا. يلا. خاطرك يا هلا يا هلا ابو شحرور سلم على اهل سلم الله يسلمك الله يسلمك يا هلا أهلين أستاذ هي تكرم عينك واحد أهو وصاد وكاسة مي باردة على رأسي تكرم عينك لا 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 ما بتأخروا خمس دقايق بيكونوا عندك على رأسي أهلين يا منير مر عليك فنجان أهو وصاد وكاسة مي باردة يرضى عليك حاضر شو ابو سلام شايفك قاعده شو بدك يعني ساوي لكان ضل واقف على طول ايه قوم قوم بسرعه في طلب بدك توديه مو وقت ترخي بدان لمين الطلب للاستاذ رشاد مدير التصنيف لا حول ولا قوه الا بالله يعني ما لقيت غيري تبعته لعند مدير التصنيف ليش شو فيا رح ياكلك مو قصه ياكلني يا ابو فتحي بس أنا ما بحب فوت على مكاتب الموظفين الكبار يا أخي هيك طبعي لك بتلبك يا أخي مو بإيدي بعدين هذا مدير التصنيف بالذات مأنزع شوي وآكل كم بحاله وشايف حاله كتير وأنا لما خلصنا أبو سلام خلصنا بقى طلب بدك توديه شو رح تناسبه أنت ودي له فنجان قهوة صلى الله وبارك طيب وينه عزيز ليش ما بتبعت الطلب مع عزيز عزيز بده يودي طلب لمكتب مدير العام تروح بداله لا دخيلك يا محلى مدير التصنيف قدام المدير العام بس هي اخر مره ها شلون يعني هي اخر مره ما فهمت عليه ابو فتحي فهمني مره واحده الله يخلي لي اياك اذا بتريد يعني يعني اذا ما بيصير سئلي عليك افرزني انا العبد الفقير لخدمه موظفين الصغار بالقلم بالديوان بالارشيف بالمستودع ما في مانع بعدين أنا مو شكلي يعني شكل واحد يفوت على موظفين كبار خليني أنا هيك على هالشغلات هاي وخلي عزيز للموظفين الكبار جاهز الطلب عليهم قوم قوم هلا وجي لي الحديث لبعدين خذ يا الله
صار له 20 سنة ولهلا ما بيسترجي يفوت لمكتب مسؤول، شو هالبلوة هي؟ بدك طول بالك عليه معلم، بدك طول بالك عليه. المسكين من وقت ما أكل الكف من نائب المدير العام وهو صار فيه هيك، بقى لا تجور عليه الله يسترك. ما اختلفنا، هذا الكف صار له 15 سنة، معقول يضل مأثر فيه 15 سنة؟ العمى ولا انت كم كف صرت أكل مني لهلا؟ والله ما بتذكر معلم، يا 4 يا 5، بس يمكن 6. طالما مالك متذكر كم كف معناته مو مسنين فيك بنو وجلدك تمسح، بقى معقول كف واحد يضل مأثر فيه 15 سنة؟ والله سمع هاي شيء. صباح الخير يا سيدنا. صباح النور. ليش هيك تأخرتوا بالقهوة مثل العادة؟ ما بتبطلوها العادة؟ سيدنا القهوة كانت على النار وعلى مين ما تهدت. قصدي على مين ما استويت. قصدي على مين ما النار. خلاص خلاص ما داعي، حط القهوة وروح، حطها من ايدك. حاضر سيدنا حاضر. ولك شباب العمى ضربك، شو صاير لك؟ ليش هيك تلقت القهوة على الصحن؟ سيدنا صدقني مو ذنبي أنا، بقصدك الفنجان كان مليان على الآخر، والإنسان لما الفنجان، الفنجان لما الإنسان. ولك أنتو هيك دائما، كل واحد بيرمي الحمل على غيره، إمتى بدنا نصير بني آدمين ما بعرف. قهوة باردة كمان، ولك يا عالم اشتهي شي مرة يوصل لعندي فنجان قهوة سخن، كتير صعبة هالقصة. بتحبوا غيركم الفنجان سيدنا؟ لا خلاص لا تغير شي، انتزع مرأي كله، انقلع من خلقتي يلا، لكن انقلعوا بلا تلبسي. شيل؟ لسه واقف خلقتي مثل مسطول؟ يلا انقلع. ايه حاضر سيدنا. العمى شو البني ادم هاد؟ لك شباب العمى ضربه ما لك شايف؟ ثلاثة قهوة سادة واثنين شاي. حاضر استاذ، دقيقتين بيكون عندك. وصلت الطلب؟ وصلته. شباب مو على بعضك في شي؟ قلت لك ما بدي روح، بعاد غيري يا ابو فتحي ما كنت رضا. لي شو صار؟ ما صار شي. لك لوين رايح؟ بدي اطلع لبرا شم شويه هوا، رح اختنق يا ابو فتحي. استنى هلا لا تروح، في طلب بدك توصله لمدير الابحاث. مدير الابحاث؟ ايه مدير الابحاث، ليش ارتعبت؟ ابو فتحي الله يخلي لي اياك، مشان الله بحط حدا غيري بنوبك ثوابي. لا عمي ما راح ابعد غيرك، وانت بدك تروح. بس انا هلا لا تبسبس لي، انت اللي بدك تروح. بعدين وين غير لي الاسطوانه بقى، مليت منها. جاهز الطلب يا ولاد؟ الثلاثه قهوه واثنين شاي جاهزين معلم. يلا سلام. انت على الصينيه وبوشك لعند مدير الابحاث حاكم، هذا ما معه لعبه. يلا حاضر حاضر. مرحبا. اهلين ابو سلام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شبك ليش هيك بارمبوزة؟ لا ما في شيء ولا يهمك، ما في شيء. حط لك تتغدى؟ لا
نجي على بالي شوية تاني. شو بو هذا؟ شوف يا رشاد، أنا ما بحب أحكي كتير، كلمة ولا تغطاها. أنت لازم تفهم شغلة مهمة كتير، وهي أني بني آدم مثلي مثلك، وأنا ما بسمح لك أبداً أنك توجه لي أي إهانة مهما كان وضعك. فهمت ولا ما فهمت؟ بعدين تعال قلا، وإذا يعني انكبت القهوة على الصحن؟ ها؟ وإذا أي واحد ممكن ينكب معه فنجان القهوة، مو بس أنا، شغلة عادية كتير وبتصير مع مين مكان، وبجوز تكون صايرة معك أنت بالبيت، أنت بالذات. هلأ بشرفك، لما مرتك بينكب معها فنجان القهوة بتسترجي تفتح تمك وتحكي؟ ها؟ أكيد لا. ليش؟ لأنك جبان، جبان، مو بس جبان، جبان ورديء وخويف. لك مين مفكر حالك انت؟ مين؟ لك رد لما بحكي معك، رد ولا تبحلق فيني مثل الصنم. مين مفكر حالك انت؟ ها؟ مدير التصنيف؟ دخيلك خوفتني. اشي بيهوي منك ومن شغلك. ولك بس بدي افهم، انت شو بتصنف؟ لك شو بتصنف انت؟ بحطك بزمتي انك ما بتعرف تصنف شيء، وما لك علاقة بشيء اسمه تصنيف على الاطلاق. صنفك وحدة تسهل أمرك. روح روح عليه لعب خليتي يلا أمان. وانت التاني مين مفكر حالك؟ أكلك على بعضك مسؤول بوفيه صغير، لا رحت ولا جيت. عال والله منيح اللي ما كنت شي مسؤول مهم. تضرب بها الموديل شو قليل طعمي. سلام يا ام سلام. ايه شبك؟ ليش عم تعيط؟ حطي لي غدا جعت. شو مبين غيرت رايك؟ لك مو على اساس مالك جوعان ومو جاي على بالك تاكل؟ صحيح، وهلا اجى على بالي. شوفي يا يعني غريبه، ولك انا كم مره بدي سخن الاكل؟ لك خلصيني هلا، خليني اسلط لي لقمتين قبل ما انزل اشتغل على التاكسي. اوان بلا نياطه. حاضر. يعطيك العافية معلم. أهلين وسهلين، لوين مشوارك؟ على المهاجرين لو سمحت. إيه تكرم عيونك. أهلين وسهلين. العمى شو هالحالة هاي؟ رح نهب من الشو. لازم يلزموا كل شوفريت تكاسي ركبوا مكيف، والسيارة اللي ما فيها مكيف لازم تتخالف. معك حق أستاذ، صار ضروري مكيف. شو هالشريط اللي حاطه؟ إذا مو عاجبك مغيره أستاذ. إيه غيره، لأنه ضاج راسي. ولا لك بلا كلها طفيها المسجقة، طفيها كلها يلا. تأمر يا سيدي. ها وهي طفيناها. ولك اشتهيت شوف شوفير تاكسي بيحط أشرطة ظريفة. ما في مجال، كل الشوفيرية أشرطتهم مشرشحة. لك يا حبيبي استعجلك شوي، رح نفطس من الشو. شبك كأنك ماشي على بيض يا أستاذ. شوفت عينك، الطريق معجوق وما بقدر أسرع أكثر من هيك. لك يا حبيبي دبر رأسك، مو ضروري تمشي على الطريق العام، فوت من بين الحارات. لسه مشوارك بعيد يا أخ. شو مليت؟ مو قصة مليت، بس رح أضيع بصراحة. هي أول مرة بفوت هيك فوتة بين الحارات. رو بطريقك يلا. خير؟ شايفك وقفت.
والله يمكن هالطلعة قاسية شوي على السيارة يا حبيبي. لا سيدي مو قاسية، انت قول انه سيارتك مهرهرة مو خرج تمشي بهيك طرقات بيكون احسن. مثل ما بدك، سيارتي مهرهرة، بقى يا ريت تنزل وتكمل مشي اذا بتريد. لا والله ما حذرت، لانه لو بدي اطلع لفوق مشي ما كنت اخذ تاكسي، بقى حط اول واتكل على الله. يلا بس بس هون 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 عندك على مين بس ايوه بس لا حول ولا قوة إلا بالله. حمية السيارة وطلعت ريحة الدبرياج. معلش معلش هلا بتبرد لحالها. قد ايه طلع حسابك؟ 46 ليرة. 46 ليرة مسيك، ما معي غير 35 ليرة، دبر حالك فيه مسيك. 35 ليرة، 35 ليرة، أنا بفرجيك. خمسة وثلاثين ليرة بس، ولك يخرب بيتك ما أوقحك، يخرب بيتك يعني هذا فوق ما وصلتك على باب بيتك وطلعتني طلعة بتقصف عمر الموتور قصف وبتهري صحن الدبرياج والبواط هري. فوق الهاد بتدفع أقل من العداد، ولك فصاعة شو بالهموطي، ولك العمى العمى بقلبكم شو بجم. الواحد منكم بفكر حاله اشترانا بهالقرشين اللي رح يدفعون إجرة. لقوا شو؟ علي الصوت، وطي الصوت، غير الشريط، روح من هون، لا تروح من هون، اطلع، انزل، خفف، استعجل، ولك تضرب هالمصلح من وراء الزباين اللي من نمرتك تضرب. بعدين تقرأ لها تعال هون، انت ليش رافع من خيرك للقد ومأنزع لي حالك، ويا أرض اشتدي ما حدا قدي، ها؟ ليش هيك؟ شو يعني إذا حكيت من برات منافسك مثل القرفان وحطيت نظارة سودة بتخوفني؟ ولك أنا ما بخاف لا منك ولا من غيرك. أبو سلام ما بخاف إلا من يلي خلقه، فهمت ولا ما فهمت؟ ما بخاف أبو سلام، حط هالشي بزينك. فعلا أنت واحد حشرة دون، تفوه عليك وعلى أمثالك تفوه. شبك ليش صوتك طالع؟ ما في شيء، كنت عم واحد ربي. شو خير يا طير، لمن رايحة؟ رايحة زيارة. ولوين هالزيارة بقى؟ ليه؟ ضروري تعرف يعني؟ شو؟ قال ضروري أعرف يعني ما بدي أعرف مرتي لوين رايحة؟ رايحة لعند أم روعة، انبسطت هلا؟ أم روعة؟ إيه بس على ما أذكر، نحن اتفقنا إنك تقطعي علاقتك مع أم روعة. نحن ما اتفقنا، انت اللي طلبت مني اني بطل روح لعند هي المخلوقة بدون ما افهم شو السبب. السبب بكل بساطة انه لا طينتنا من طينتهم ولا عجينتنا من عجينتهم. نحن وين وهنن وين؟ اكابر كتير يا عمي ونحن اصاغر. ايه وشو يعني؟ يعني ما في داعي لا لأم روعة ولا لأم ضبعة، بقى عادي بالبيت ونضبي واشتغلي لك شي شغلة تنفعك. بس انا وعدتها والمخلوقة هلا بتكون عم تنتظرني، ايه ما حلوة طنشها. لا تطنشيها، اعتذري منها على التليفون. شو؟ لا والله ماني معتذره منها. ايه وشو المعنى؟ مبينه يعني بدي روح. ايه بس انا قلت ما في روحه. وانا قلت بدي روح. يعني بدك تكسر كلمتي؟ اكسر كلمتها؟ يلواها الواها، ليش انت لك كلمه بالاول؟ حال والله هذا اللي كان ناقص، مو خاطرك. العمى العمى بقلبها راحت، كسرت كلمتي وراحت. بسيطة، أنا بفرجيكي، إذا ما مسحت فيك الأرض ما بكون أبو سلام. اعملي وكتري لقلك. اسمعي لي، من هلأ ورايح كلمتي هي اللي لازم تمشي بهالبيت، فهماني ولا لا؟ ويكون بعلمك إنه أنا رجال البيت مو أنتي. يعني إذا كنت ما بجيب أولاد بتحطيني على الرف وبتاخدي محلي وبتتمتمتي على كيفك؟ إيه خسئتي، خسئتي يا امرأة، والله لا أضربنك ضرب الحمير والبقر والله. بعدين تعال أقول لك، في كتير رجال ما بيجيبوا أولاد، مو بس أنا،
ومع هالشي بضل اسمه الرجال، وانا ما بسمح لك ابدا تطاولي علي وتتجاوزي حدودك. واذا ما عجبك هالحكي يلا يلا قوم يلا طبي اغراضك بسرعه وانقلي من وشي على بيت اهلك، الباب بفوت جمل. ويكون بمعلومك انه انا لما بقول ما في روحه على بيت ام روعه يعني ما في روحه. بص ولا حرف، بص ارخي نظرك، لا تردي بتمي كلامها، يعني فاهمك ها؟ حتى النقاش ممنوع. ليش فنجرتي عيونك؟ ارخيهم من الارض. اي نعم ممنوع تناقشيني انت، لانه المرأة الصالحة لازم تطيع جوزها ومن تم ساكت وتمشي قدامه مثل الغنمة وتطلب رضاه بعد رضا ربها، مو مثلك؟ كل شغلة بدك تاخذي وتعطي فيها يومين زمان، وهي بدي وهي ما بدي، وترفعي اصبعتك المكسورة بوجهي وتهدديني؟ تضربي بها الراس اللي ناتعتيه. اسمعي لي، انا راح اعتبر هذا اخر تنبيه اليك. بعدين ذنبك على جنبك، وقد اعذر من انزل قسما عظما. اذا بتقولي لا مره ثانيه لحتى ايم هالكف واسلخك على خلقتك وورلك اسنانك، فهماني ولا لا؟ يلا يلا نقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابستيه. يلا ها هلا يا ابو سلام، جيت بوقتك، خذ الطلب بسرعه على مكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعه؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك هلا لا تتمكمك، خذ الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا 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 ما بقدر، دخيلك يا ابو فتحي، بتلبك انا عند المدير العام، قسما بالله بتلبك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. لك يا ابو سلام الزلمه عنده ديون. ما بقدر، بتلبك ما بقدر، اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر، لا تقصدني، ما بقدر، مو بيدي يا ابو فتحي، ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر. لك يا ابو سلام، ابو سلام شو صرتوا هالزلمة؟ انت اخي مش معلم. فوت لجوا الامير، فوت. لك بتلبك بتلبك، مو بايدي، ما بقدر فوت لعند المدير العام، ما بقدر. لك شو وين عيونك؟ مالك تاسس؟ بلا بس كنت انا في خرم بيتك. الحمار اذا بده يقطع الطريق بيطلع حواليه ما بيقطع دغري، ولك لعبه زمني ولك لعب بوكس يضربك بلا. روح له روح. أنا حمار؟ أنا حمار؟ طيب أنا بفرجيك. انتقع. أنا آسف يا سيدي، آسف دخيلك، لا تأخذني. وأنتو كمان لا تواخذوني، لأنه هدول ما منحسن ناخد راحتنا معهم، ما بيتغمق معهم أكتر من هيك.